السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم محبي مسلسل مطر صيف. إليكم ملخص الحلقة 17. تبدأ أحداث الحلقة لما أبو شيخة بيهدد لأن كفلة يوسف، وشيخة بتخبر أهلها أنه مهما صار ما راح تتخلى عن يوسف. بعدين نشوف إبرار ويوسف بيزوروا أبوهم بالسجن ويطمنوا عليه. بعدين جواز لسميرة بيقول لها اتصلي بأمها تطمن عليها على حالتها. بتقول له سميرة، بعدين بتحكي أمها وجوزها بيلوم سميرة بسبب قساوته عليها. بعدين بنشوف أيضا ملاوي وأبرار سوا وعم يحكوا عن قساوة نايف وطيبتنا غانم. بعدين غدير بتخبر عبد الله وأبرار أنها بعت السيارة مشان تساعد ليلى ومون مصاري ويطالعوا غانم من السجن، وبيعصب عبد الله عليها لأنه باعت السيارة. بعدين الخادمة بتجي لتفرجي مبارك فيديو، وفجأة بتجي مها وبتمنعها وبتعصب عليها وبتبعتها تشتغل. بعدين مضاوي بشر إبرار بأن أبوها أبو غانم حيطلع من السجن لأنه اسمه إجا بكشف العفو الأميري، وبيفرحوا كتير بهالخبر.